السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا اللي متابعينا في دروس الرخصة الإيطالية. النهاردة هنخش نحاول نحل امتحان زي ما بنعمل كل مرة، نشوف الأسئلة هتقابلنا. تحمل استرالي على التطبيق بتاع جويدا اي فاي، نحمل استرالي نشوف الأسئلة اللي هتقابلنا هنتغلب عليها ازاي، والكلمات الصعبة والمفاهيم والنقط اللي بنغلط فيها ونصححها. لو غلطنا مفيش أي مشكلة، المهم ان احنا نراجع على الغلط اللي احنا غلطنا فيه ونشوف احنا غلطنا ليه، عشان لما يقابلنا المرة التانية ما نغلطش فيه تاني. نخش على افيه ديريتامنت. اول سؤال بيقول il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto. لحد كلمة ميستو انا خلاص عرفت ان هو صح ولا غلط، ماشي، بس هنكمل. Riservato sia ai pedoni che ai ciclisti. Falso. ليه falso؟ لأن هنا بيقول لك un viale misto، في شارع مختلط. هنا مش مختلط لأن في خط في النص في الإشارة قدامنا هي، يبقى un accanto. هنا في الحارة بتاعت الدراجات والحارة بتاعت البيدوني جنب بعض مش مختلطين، فبالتالي falso. السؤال اللي بعد كده، لا ستريشة بيانكا ترازفرسالي ان فيجورا انديكا البونتو ان كوي الكوندوشنت ديفنو ارستاري ان بريزنسا ديل سيمافرو الوتشي روسو. الستريشة بيانكا قصده على الخط الابيض اللي قدامنا هو ترازفرسالي، اللي هو محطوط بشكل عرضي زي ما احنا شايفين. ما نتخضش من الكلام، لا ستريشة بيانكا ترازفرسالي، الخط الابيض اللي محطوط بالعرض ان فيجورا اللي في الرسمة indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi، السواقين المفروض يقفوا عند النقطة دي، in presenza del semaforo a luce rosso، لو كانت الإشارة لونها أحمر. vero. il segnale raffigurato è posto sulla strada doppio dopo sulla strada dopo il segnale di passaggio a livello senza barriere. هنا قدامنا كروشو دي اس اندريا، فالكروشو دي اس اندريا بيجي عند الباساجيو ا ليفيلو سينسا باريير، يعني بيجي عند المزلقان اللي من غير حواجز. فهنا بيقول لك الكلام متظبط مع بعض، سينسا باريير فيرو. الفالوري della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombra neve in azione è 10 metri. لو فاكرين السجومبرا نيفي والسباندتريتش دي صالي ان اكسيوني اللي شغالين، بيكون مش 10 متر، بيكون 20 متر، ماشي. مسافه الامان ما بينك وبين العربيه او الماكينه اللي هي بتنظف التلج مفروض، ويكون ماكينه بتنظف تلج وشغاله على الطريق بتنظف اوريدي، بتكون على الاقل 20 متر. فهنا 10 فالسو. Lo stato di shock si manifesta sempre. خد بالك من كلمة sempre وكلمة solo، ماشي. يعني يقول لك sempre con forte aumento della temperatura corporea، بيجي لك سخونية، جسمك بيسخن كده. في الـ stato di shock هي حالة الصدمة، stato di shock يعني حالة الصدمة. أعراضها بتقول إيه؟ si manifesta sempre con forte aumento della temperatura corporea، درجة حرارة الجسم بتزيد. فالس، ودي ملهاش علاقة خالص بالستاتو دي شوك. الستاتو دي شوك بتبقى عن طريق بيل باليدو، لونك شاحب، يعني لون جلدك شاحب، أو صدوراتسيوني فريد، بتبقى عرقان عرق بارد. دي من ضمن الحاجات بتاعت الستاتو دي شوك، إنما تمبراتورا كوربوريا أومنتا فالس. Fuori dei centri abitati il conducente in caso di fermata deve collocare se possibile il veicolo fuori della carreggiata. خارج المدينة سواء لو مفروض يقف، مفروض لو يقدر، لو هيقف، لو عنده استطاعة ان هو يقف خارج الكارجاتا، خارج المسار. vero. La competizione sportiva، la competizione competizione sportiva، المنافسات الرياضية، la competizione sportiva con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione. المنافسات الرياضية بالمركبات
على الطرق العامة مسموحة من غير تصريح سينزا أوتوريزاسيوني. أوتوريزاسيوني يعني تصريح فالصو، ما ينفعش تعمل مسابقة على طريق عام إلا لما يكون معاك تصريح. السينيالي رافيجوراتو كونسنت الترانسيتو أي موتو تشيك لي دوتاتي دي كولا دي سيكوريتسا، بتسمح بمرور الموتوسيكلات اللي عندها تشيلا، تشيلولا دي سيكوريتسا، سكودا قريت غلط، تشيلولا دي سيكوريتسا يعني اللي عنده السقف بتاع الموتوسيكل، فيه بعض الموتوسيكلات بيبقى لها سقف كده يعني، بيقول لك مسموح لهم يمشوا في وجود السنيال دي. فالس، لان ترى الموتوسيكل يبقى ممنوع يمشي. L'errata impostazione dell'orientamento del proiettore può ridurre la visibilità del conducente o appaiare altri utenti. التركيب الخاطئ لللمبة بتاعت النور ممكن يقلل الرؤية وانت سايق عربيتك او يزغل عينين الناس التانية، فانت ركبت اللمبة بزاوية غلط، ممكن تكون الزاوية مكفية تحت شوية فانت مش هتشوف، هتقلل الرؤية لو نورت النور، او تكون الزاوية مرفوعة لفوق شوية فانت كده هتزغل عينين الناس. النور انا بينت بقى ابينت لان النور اترفع، اللمبة الزاوية بتاعتها اترفعت لفوق، فبالتالي هتزغل عيون الناس، فهنا فيرو. Il sorpasso è vietato quando sulle strade di montagne si è preceduta da un autobus di linea. Il sorpasso ممنوع لما تكون ماشي على طريق جبلي ويكون قدام منك un autobus di linea، طريق اتوبيس شغال على الخط. فالصو، اللي يمنعني وجود اتوبيس، وجود اوتو ترين، وما فيش اي مشاكل، طالما الطريق طالما جبل يعني مش مشكله، جبلي جبلي، ما فيش، طالما ما فيش موانع فعليه بتمنعني اني انا اعمل السورباسو زي السينيالي اوريزونتالي او السينيالي فيرتيكالي، فبالتالي او النورمال استرادا، ما فيش دوسو، ما فيش كورفا، فبالتالي ممكن اعمل سورباسو. فهنا فالصو. السينيالي رافيجوراتو فيتا agli autocarri di massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di proseguire dritto per Avazzano. العربيات اللي وزنها اكتر من 3 طن ونص ممنوع ان هي تمشي في شكل دريتو، بتمشي في اتجاه مستقيم عشان توصل افاتسانو. فيرو، لان قدامنا زي ما احنا شايفين اهوت في السينيال بتاع 3,5 ممنوع، فبالتالي فيرو. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita alla guida di auto snodati con massa massima autorizzata superiore a 4.250 kg ma non superiore a 7.500 kg. الرخصه اللي هي من نوعيه البي 96 بيقول لك مسموح، بيقول هنا مسموح انك انت تسوق الاوتو زنوداتو، يعني دخل لك في سكه تانية خالص. عارفين الاوتو زنوداتو هو ايه؟ روح الفصل الاول واعرف يعني ايه اوتو زنوداتو، فتو ما توصل لكلمه اوتو زنوداتو هتدي له فالسو من غير ما ايه ما تكمل السؤال، هنا عمال يلعب معاك بارقام وجايب لك رقم غلط وجايب لك رقم صح. فبالتالي اول ما وصلت كلمه اوتو زنوداتو انا شخصيا عارف ان هي خلاص غلط، لان الاوتو زنوداتو بيبقى بتاع الاتوبيسات اللي بتنقل الناس، ماشي؟ فبقول لك بقى وزنها مش عارف كام ومش عارف. خالص. E obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondarie ma non in quella principale. انت مجبر تنظم السرعه بتاعتك على الطريق اكسترا اوربان سكونداري، على الطريق خارج المدينه الثانوي، وبس مش مجبر انك انت تنظمها على الطريق خارج المدينه الرئيسي. خالص، انت مجبر تنظمها في كل مكان. Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da usare durante l'operazione di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere del tipo approvato. Il giawakit o il hammalat اللي هي بتعكس الضوء بشكل عالي ad alta visibilità da usare durante l'operazione di presegnalazione اللي احنا بنستخدمها اثناء ما بنعمل السينيال، اثناء ما بنحط السينيال تريانجلو المثلث المتحرك اللي بنحطه ورا العربيه بتاعتنا لما يكون في عطل مثلا. ديفونو
اسرد التيبو ابروفاتو المفروض يكونوا من النوع المعتمد، من النوع المتجرب، مش متجرب يعني مستعمل، متجرب يعني متكنتر عليه. هنا فيرو e consentito il sorpasso in corrispondenza dell'intersezione se si supera un veicolo a due ruote non a motore e non si invada il lato riservato al senso opposto. مسموح انك انت تعمل سورباسو عند التقاطع in corrispondenza dell'intersezione se si supera un veicolo a due ruote non a motore. هتعدي مركبة من غير موتور، عجلة يعني، هقول لك دراجة يعني، ماشي. e non si invada il lato riservato al senso opposto، ومش هتروح للحارة بتاعت الاتجاه المعاكس أو الطريق المعاكس. فبالتالي هنا أنا شايفها فيرو، في الآخر هنشوف سوا يعني. يعني أنا في بعض الأحيان بغلط وما عنديش مشكلة في النقطة دي. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo S. Il A, اللي هو الأزرق، يدي الأولوية للS. فالA لو عدى إيده اليمين هتغلط في الS، فبالتالي فيرو المفروض نرجعه تاني نقول له ما تعديش، يبقى الS هيعدي الأول فيرو. È consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico. بيقول لك مسموح لك انك انت تعدل في الموتور بتاع عربيتك عادي خالص بشكل حر، اي ليبرامنت سي ليبرو، انت حر تعدل فيه زي ما انت عايز الموتور او المرميتا اللي هي الشكمان عشان تقلل العادم الناتج من المركبه بتاعتك او تقلل من التلوث الهوائي. فالسو مش مسموح لك انك انت تعدل في الموتور او ترك تعدل في المرميتا. durante la guida qualora il conducente ritenga non vi sia pericolo imminente può comporre un numero di telefono con il cellulare senza fermare. يقول لك انت سايق عربيتك durante la guida qualora il conducente ritenga، ما اعرفش قصده ايه بكلمه عمل يشيلنا بتاع يعني، ritenga خد في اعتباره او اعتقد non vi sia pericolo imminente، ما فيش خطر عالي او ما فيش خطر موجود، può comporre un numero del telefono con cellulare senza fermare، ممكن يستخدم التليفون بتاعه من غير ما يقف. فالسو ممنوع. quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può passare se si svolta a destra dando però la precedenza اي بيدوني كي اترافيرسون. هو واقف في وشك اهوت يا عم الحاج وفاتح ايديه الاثنين، يعني هتعدي زي هو فاتح، هو كانه خط او كانه حيطه واقفه قدامك اهيت وانت واقف وانت جاي من وراه او من قدام، وهتعدي على حيطه هتدوس على حيطه. فالسو يا عم، يقول لك هتحود يمين وتدي الاولويه للناس، يقول لك ممكن تعدي تروح تحود يمين بس تدي الاولويه للبيدوني. فالسو، وقدامك فاتح دراعاته الاثنين يقول لك ممنوع تعدي. السينيال رف figurato per annuncia sulla sinistra una strada senza uscita. بيقول لك هنا في طريق على الشمال اللي بيخش منه ما بيخرجش، ماشي. ده تقاطع ونكروشو السينيسترا بس كون سترادا سيكونداريا كون سترادا دي مينور امبورتانسا، احنا لنا الاولويه عشان ماشيين من تحت لفوق بس كده. انما يقول لك سترادا سينزا وشيتا، ما اللي عرفني ان هي سينزا وشيتا. فالسو nell'intersezione di figura i veicoli A ed R devono se necessario fermare لو محتاجين يقفوا الـ A والـ R، لو محتاجين يقفوا يعني ايه لو محتاجين يعني وبمزاجهم ولا ايه؟ الأولوية مش ليهم، الأولوية للـ N، الـ N هيعدي الأول وبعد الـ N هيعدي الـ A وبعد الـ A هيعدي الـ R، لو محتاجين يقفوا ازاي يعني؟ percorrendo un lungo tunnel او ترافورو ان كازو دي انشنديو. احنا ماشيين في نفق او في جاليريا يعني هو في حاله حريق، بيزونيا اباندوناري فيلوتشيمنت الفييكولو، سيب عربيتك بشكل سريع، انزل من العربيه واباندونا، سيبها ماشي.
سيجويندو لا سينياليتيكا كي بورتا الا فيا دي فوجا، وخد الاشارات اللي بتقول لك على طريق الهروب او طريق النجاه يعني، او اللوغي سوكو سيكوري بروتيتي دا بارت دا بورتا توليا فوكو، او روح للاماكن المحميه اللي فيها حمايه يعني، واللي فيها بورتا تولي فوكو، اللي فيها البيبان اللي هي ضد النار. فيرو، انت في حريق قدامك هتعمل ايه؟ هتقف في العربيه بتاعتك ولا هتنزل تزقها؟ النار ما فيهاش هزار يعني. ففيرو causa probabile di incidente dovuta della struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie. بيقول لك من اسباب الحوادث على الطريق بيكون يعني الطريق هو السبب الرئيسي للحادثه. امتى يكون السبب الطريق هو السبب الرئيسي؟ لما يكون الطريق متقسم لحارات. طب لو الطريق متقسم لحارات ده بيسهل لي، ده بيمنع حدوث الحوادث مش بيسبب الحوادث. فالسو البانيلو raffigurato va messo sui veicoli solo se il carico sporge di almeno 50 cm. الإشارة اللي قدامنا أو اليافطة اللي قدامنا بنحطها على الحمل الخارج اللي هو البروز، لو كان بيزيد عن 50 سنتي، لو كان سولو سبورج دي المين، لو كان اقل حاجه 50 سنتي بارز عن العربيه نحط اليافطه. لا، لان المفروض نحط اليافطه انكي سبورج ده بوكو، حتى لو خارج بشكل قليل المفروض نحط اليافطه اللي قدامنا دي هنا خالص. Il segnale raffigurato è posto a 2 km dal segnale دي لافورو ان كورسو. بص على الاشاره كده قدامه، لما احطها قبل 2 كيلو بوستو ادو كيلو متر ده السينيالي دي لافورو ان كورسو، قبل 2 كيلو من الشغل اللي موجود على الطريق. احنا بنبص على الاشاره كده وبنبص نشوف فيها ايه، فيها سهمين، سهم يمين وسهم شمال، يبقى الديفياتسيون نفسها طولها 2 كيلو، مش محطوطه قبل 2 كيلو من الشغل. ففالس i guanti ad uso motociclistico hanno speciale sistema da agganciare per impedire il loro sfilamento in caso di caduta. Il guantiat بتاعت الموتوسيكلات لها نظام مخصص لانك انت تلبسها وتقفل عليها كويس، تقفل كويس بالستريشة بتاعتها مثلا، عشان تمنع انها تتقلع منك لو وقعت. لو وقعت ما بتتقلعش، انت مقفز كويس وقافل ايدك كويس، ولها نظام مخصص. فيرو اي ان فيتشينانسا او ان كورسبوندنسا دي الانكروشي اكس اوربانو في قبل او بعد التقاطع خارج المدينه نون هيك كونسنتيتو اتسيونال الديسبوزيتيفو دي سيجناليزاسيون اكوستيكا اكلاكسون او تامبورو. مش مسموح لك انك انت تستخدم الزماره بتاعتك او الكلاكسون بتاعك. طب ايه اللي مش مسموح لي؟ ليه مش مسموح لي؟ طب لو في خطر امدياتو ممكن استخدم الزماره؟ مفيش مشاكل. خلاص soccorrere un ferito della strada è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario. انك انت تنقذ او تعمل اسعافات اولويه لواحد مصاب على الطريق اجباري فقط لمين؟ للدكاتره والناس اللي شغاله في وزاره الصحه. البيرسونال سانيتاريو، الناس اللي شغاله في الصحه. غلط، واي حد يقدر يعمل اي حاجه بناء على قدراته مفروض يقدمها. سكر رؤون فيتو ديلا استرادا اوبليجاتوريو بير ليج، القانون بيجبرك انك انت تساعد الناس المصابه. فهنا solo il medici falso. Il segnale raffigurato per annuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. L'ishara اللي قدامك بتقول لك، السؤال يعني بترجم لكم السؤال، بتقول لك انك انت تدي انك انت لك الاولويه من الاتجاه المعاكس. طب ليه؟ هو في الوان مختلفه في الاسهم هنا، السهمين لونهم لون بعض، الاثنين بالاسود، يعني ايه الاشاره دي؟ دي اشاره من اشارات الخطر، بيقول لك ان الطريق، معنى الاشاره دلوقتي انا بشرحه برضو يعني، ان الطريق كان سنسو اونيكو وبقى دوكيو سنسو، فما لهاش دعوه بالبريشيدنسا دي. خالص. سي سول تيتو دي اون اوتو ديلا بوليسيه è presente un display con la scritta luminosa riallentare. على سقف العربية بتاعت البوليس مكتوب شاشة ومكتوب عليها riallentare، هدي السرعة. obbligatorio l'obbligo è rivolto solo ai veicoli pesanti. الإجبار دوت بيبقى فقط للعربيات بتاعت النقل التقيل، الفيكولي بيزانتي، العربيات النقل التقيل بس. لا، للكل.
يبقى فالسو. Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione. الإشارة اللي قدام بتقول لك نهاية prescrizione، نهاية تصريح كان سابق، يقول لك كان الأول ممنوع إنك أنت تزيد عن 50، وحط لنا الإشارة لك بعدها بقى مسموح لنا إن إحنا نزيد عن 50. ففينا دي prescrizione vero. Si deve in particolare regolare la velocità بشكل خاص، تنظم السرعة بتاعتك. Si si incrocia su strada il segnale del veicolo fermo triangolo mobile di pericolo. لو قابلك على الطريق المثلث بتاع الخطر المتحرك، ان احنا اللي احنا بنحطه وقت ما يكون في عطل. فيرو، انت شفت مثلث يبقى في حاجة غلط مش متظبطة، ممكن تكون في حادثة على الطريق، ممكن يكون في عطل، ممكن يكون الكارجاتا او الطريق كله مقفول او في مشاكل، فانت شفت التريانجلو فتهدي سرعتك بشكل بارتيكولار. فيرو. Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire un buon comfort di marcia. السوسبنسيون اللي هي السوست يا جدعان، السوسبنسيون او الامورتيزاتور اللي هي زي السوست والمساعدين بتاع العربيه، ماشي، سيرفنو اجارانتيرو ان بون كومفورت، فايدتهم ان هم يضمنوا راحه للعربيه اثناء المشي والناس اللي راكبين العربيه. فيرو. La segnaletica in figura può essere completata dall'apposito segnale verticale di attraversamento pedonale. الإشارة اللي قدامنا على الأرض ديك ممكن يجي معاها إشارة أو رأسية بتاع attraversamento pedonale. Vero. La spia che indica il mancato agganciamento della cintura può essere disabilitata del conducente con l'apposito comando posto su cruscotto. الإشارة اللي في الكروسكوتو اللي في التابلو بتاعت الحزام ممكن تطفيها عن طريق زرار في الكروسكوتو، عن طريق زرار في الكروسكوتو. فالسو، لأن ما فيش، لأن أنت ما ركبتش الحزام، بتفضل منورة أحمر قدامك طول الوقت اللي أنت مش مركب فيه الحزام. عايزها تشيل الأحمر اللي محطوط في التابلو، حط الحزام. هنا ما بننفعش إن احنا نطفيها، ديسابيليتاتا يعني ممكن نطفيها. فالسو، scusa, falso. Il segnale raffigurato è posto esclusivamente يعني فقط su strade extraurbane ad intenso traffico، على الطرق خارج المدينة اللي هي المزدحمة. intenso traffico يعني المزدحمة. falso، دي بنلاقيها extraurbana urbana. La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia di emergenza. مسافة الأمان مفروض تكون أكبر لو إحنا ماشيين على الكرسية دي إمرجنسا. فأنت أساسا مفروض إنك أنت ما تمشيش على الكرسية دي إمرجنسا. أنا بشك في السؤال ده دايما، يعني مش عارف ليه. سي سي بيركور سو لا كورسيا دي امرجنسا، زود مسافة الأمان، أنت مش مسموح لك تمشي عليها أساسا، يعني أنت مسموح لك تقف عليها في ساعة الطوارئ. انما انت كمركبه عاديه، اوتو فيكول، اوتو فيتورا، اوتو ترين، اوتو بوس، ما ينفعش تمشي على الكرسيه دي امرجنسا. فانا شخصيا شايفها فالسو. البانيل انتجراتيفي ان فيجورا possono trovarsi sotto il segnale intersezione con diritto di precedenza. ممكن نلاقيها مع الطرق الاشارات بتاعت ديريتو دي بريشنسا، ليك حق الاولويه. فيرو، لانها بتوصف الاندامنتو بتاع الطريق. هوك انا ماشي على الطريق البرنشيبال، الطريق العريض اللي قدامنا دوت، وممكن تيجي معاها السينيال بتاع ديريتو دي بريشنسا اللي هي المعين الاصفر. فيرو. السينيال رافيجوراتو اي بوستو ان كورسبوندنسا دي اون بيركورسو ريسيرفاتو الا بيتشيكليت. الاشاره اللي قدامنا محطوطه على طريق مخصص للدراجات. فيرو. avvicinandosi ad un passaggio a livello احنا قربنا من مزلقان con le luci rosse accese والنور الاحمر منور e semi barriere ancora alzata والحواجز لسه مرفوعه non si deve accelerare per attraversare prima che si abbassi le semi barriere. ما فروض ما تزودش سرعتك عشان تعدي قبل ما الحواجز ما تنزل. فيرو، انت شفت النور منور، ما تزودش سرعتك، انت هدي وقف، النور منور هدي وقف، حتى لو الحواجز مرفوعه. حتى لو الحواجز مرفوعه. يبقى هنا فيرو، نشوف جبنا كام ايرور. واحد ايرور، ما فيش مشاكل اطلاقا من ان احنا نجيب حتى ولو اي عدد ايا كان.
نشوف هنا احنا ايه غلطنا ليه. احنا قعدنا نقول للراجل دوك انت صح واحنا غلط، او احنا غلط وانت صح. هنشوف l'intenzione figura i veicoli either devono se necessario fermare، لو او الار مفروض لو محتاجين يقفوا يقفوا. فليه؟ طيب مش عارف والله، مش مقتنع بكلامه يعني. بس هنا احنا قلنا له ايه؟ احنا قلنا له احنا قلنا له فيرو. انا شفت بقى، انا قلت فا يعني ايه، احنا دوسنا له فيرو بس انا قلت فالسو. يعني انا قلت حاجه ودوست حاجه تانية، وديك من ضمن الاخطاء القاتله اللي بتقابل الناس خاصه في الامتحانات المينسترال. انت بتروح تمتحن بالفعل في الموتوريزاسيوني، عندك امتحان، فانت ايدك متسيستمه على شيء معين، انت بتدوس فيرو او فالسو، فانت ايدك انت شايف الاجابه وجاوبت صح بس دوست على الزرار الغلط. بدل ما تدوس على الفيرو دوست على الفالسو، والعكس بالعكس، لان هي انا دوست له فيرو. بس في الرد وفي الشرح لو رجعنا للاشاره ديت هتلاقوني قلت له فالسو. ليه يعني؟ هم لو عايزين يقفوا يقفوا، انا اتريقت عليه بصراحه يعني. بس في الاخر انا غلطت ان انا دوست غلط، فدوك من الاسباب اللي بتحصل. فعشان كده اقول لك لا، ركز بقى، اشتري التركيز، اقعد اشتري تركيز، اشتري 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 تركيز. اشتري ازاي؟ انك انت تحل كتير وتراجع على اخطائك، تحل كتير وتراجع على اخطائك، كده انت بتشتري التركيز. ليه؟ عشان لما تروح الامتحان تبقى هي خبطه واحده، دخلت من الامتحان ما خرجتش الا وفي ايدك الفوليو روزه، ما خرجتش غير والنتيجه معاك بتقول انك انت ناجح. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.